بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي محبي الخط العربي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معا نسعد بدورة خط نسخ بالقلم الرصاص، ننزل لمستوى القلم الرصاص والقلم العادي وده استخدامنا اليومي علشان تعليمنا عملي ونستفيد بيه. لا تنسونا بدعم القناة وكونوا معنا، ويلا بينا نكتب، يلا بينا. أعزائي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معا نستكمل سلسلة تعلم خط النسخ بالقلم الرصاص، وبنشوف مع بعض. طبعا اتكلمنا قبل كده في مسكة القلم، وقلنا ان انا بمسك القلم كده اهو بالسبابة والابهام، وبحمل على الوسطى كده اهو ماشي، واخد القلم على درجة ميله. معانا النهاردة حرف العين، وبنقول العين عليها حاجب. احنا عندنا المثل بيقول العين عليها حارس، واحنا في الخط بنقول العين عليها حاجب بيترسم زي الحاجب بتاع حضرتك بالظبط ماشي. وادي الحركة التانية، وادي الحركة التالتة، ادي رسم حرف العين المفردة ماشي. العين المبتدأ اللي هي في أول الكلمة، أيضا هنرسم الحاجب وهنعمل عين صاعدة، وليكن أنا طالع أجيب حرف دال، وقلنا الدال معلقة كده اهو ماشي. طيب نشوف العين لما يبقى مش صاعدة، يعني الحرف اللي بعدها مش صاعد، تبقى عاملة ازاي؟ وليكن بعدها حرف ب ماشي. طب العين لما تيجي في وسط الكلمة العين الوسطية كده اهو ماشي. طيب وليكن بعدها واو. طب العين لما تيجي في آخر الكلمة، آخر الكلمة العين المنتهية، يعني اللي جاية في آخر الكلمة. كده هو ماشي. طيب عايزين نشوف العين مع بعض الكلمات، وليكن كلمة عمل، اقدر اجيب الميم من تحت كده اهو ماشي. عمل برضو كلمة عظيم، عمل عظيم، وكمان خطوطنا كده هتبقى خطوط عظيمة جدا، وده هيتحقق بالمتابعة والاستمرار، ونكتب من المصحف الشريف نسخ راقي وعظيم، وتبقى لنا ورد يومي، وليكن 3 آيات 5 آيات نص وجه وجه، كل واحد على قدر استطاعته. المهم ان الايد ما توقفش، وإلى الأمام دائما، ولا تنسونا بدعم القناة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.